أنا طالبة ندى قاسم الغزواني من مسار Data Science and Artificial Intelligence. جيت من منطقة جازان لعدم توفر كراسي في مسار الذكاء الاصطناعي. أنا جدا شغوفة في مسار الذكاء الاصطناعي، لذلك اخترت منطقة الإحساء لأنها كانت الوحيدة اللي توفر الكراسي الخاصة بالذكاء الاصطناعي. كلمت أهلي عن الموضوع ووافقوا لله الحمد. جيت من منطقة جازان للإحساء عشان أكون متواجدة اليوم في جامعة الملك فيصل. فريق العمل هنا جدا متعاونين معنا، تنظيم هنا جدا رائع، أخذونا في رحلات كثيرة زادت على معرفتنا وعطتنا المزيد من الأفكار الرائعة. شكرا لجامعة الملك فيصل لاستضافتنا في هذا البرنامج الصيفي الأكاديمي، وشكرا لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للإبداع والموهبة. سعيدة كوني أحد أبناء هذه المؤسسة.